السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا، نرجع لكم ثاني في محاضرة من صديقنا الدكتور عمار قاسم. دكتور لو تخلي لي سلايد المحاضرة الأولى. أحسنت يا دكتور. طبعا نرجع لجمهورية مصر العربية مع دكتورنا الغني عن التعريف في محاضرة جدا 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 شيقة، وفي موضوع لم يتناول في الكورس إلى حد الآن، لم يتناول في هذا الإيفنت، الموضوع عن الفيرتيبريب. فإذا كنت من الناس اللي تعشق الفيرتيبريب أو تحب تكون فكرة على هذا الموضوع، بإذن الله دكتورنا حيعطينا عليه الفكرة الكافية والوافية. محاضرتنا هذه بإذن الله راح تكون للناس اللي يهمها موضوع الاستاتيك، للناس اللي تحب إن تطور من نفسها، للناس اللي تحب إن هي تتابع وتواكب الأبديت. محتوى كورس مدفوع قدم ليك في بيتك هدية، محتاجين منك فقط مذكرة وقلم وكوب من القهوة لا غير. نمسيكم من هنا ومن هذا المنبر سلام لكل الدول العربية ولكل المشاهدين في كل مكان، ونرحب بضيفي الكريم دكتور عمار قاسم من الناس الغنية عن التعريف في هذا المجال. شكرا لك جزيل يا دكتور على وجودك معي في هذا الحدث، تحياتي لك ولك مني كل الشكر والتقدير والعرفان. بارك الله فيك لوجودك معنا، الناس تمسي عليك دكتور وتحييك. حبيبي دكتور نبراس، أنا متشكر جدا على الدعوة الكريمة دي. يعني شرف لي أكون متواجد معاكم، وإن شاء الله يكون المحاضرة كده فيها إفادة. يعني موضوع الفيرتيكال بريباريشن يعني من المواضيع اللي فيها لحد دلوقتي ديبيت كبير يعني بين الناس اللي مؤيدة والمعارضة، فإن شاء الله يبقى فيه استفادة للناس كلها بإذن الله. أنا للأمانة دكتور من الناس اللي ما عنديش عليها ذيك الخلفية الكبيرة، لكن أمانة الموضوع والله فعليا شيق ومحتاج إن نعرف فيه بعض التفاصيل بعض الآراء. ليش اختير هذا البريباريشن؟ من الفوائد اللي يملكها في اس تراديشنال بريباريشن؟ فكل هذا بإذن الله نتمنى إنك تغطيه لنا، وليك منا جزيل الشكر. وشكرا لإفاضة وقتك لينا دكتور ووجودك معنا في هذا الحدث، أنت إضافة كبيرة لنا ولهذا الحدث، جزاك الله كل خير. متابعينا ناخذ دقيقة بإذن الله يجتمع معنا عدد من المشاهدين، وبإذن الله نبدو في هذه الحلقة، الحلقة ما قبل الأخيرة، مع السبيكر المصري دكتور عمار قاسم، ومن ثم ننتقل إلى السبيكر الليبي دكتور محمد العايش في محاضرة على الديماركيتد لاين. أقل من دقيقة ونبدو مع بعض على بركة الله. منهجا وصفا كانت تسعده
بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين. أعطونا صلاة وسلام على أشرف الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. دكتور ليك المايك والمساحة عندك حبيبي، أو تقدر تبدأ في المحاضرة بإذن الله. متشكر جدا دكتور نبراس على الدعوة الكريمة، يعني شرف لي وجودي مع حضرتك زي ما قلت لك كده والناس كلها اللي موجودة. ان شاء الله النهارده نقدم حاجه ممكن تكون يعني جديده شويه. لما حضرتك بعتت لي قلت لي عاوزين موضوع في الاثاتيك، فانا لقيت ان في زملاء كتيره تتكلم على الدايركت والاندايركت فينيرز كسواء كومبوزيت او فينيرز السيراميكس، فصراحه كنت فكرت ان احنا نتكلم في حاجه ممكن تكون مفيده شويه وموضوع جديد شويه على الناس، وخصوصا برضو ان الفيرتيكال بريباريشن يعني يعتبر من الاجزاء المهمه جدا في الشغل الاثاتيك، سواء بعد الكراون لينثنينج او الحالات اللي فيها بدل ديستركت تيث كانتيريور، فهو بيدي استاتيك ممتاز جدا جدا جدا. فهو ده كان فكره اختيار الموضوع، لان ده من موضوع من المواضيع الشائكه جدا او المواضيع اللي فيها ديبيت لحد دلوقتي، في ناس مؤيده وناس معارضه، فان شاء الله يكون في استفاده ونبدا على بركه الله. ده طبعا احب اقول للدكتور عمار ان اغلبنا ما يملكش الصوره الكافيه عن الفيرتيكال بريباريشن، ونهنيك يا صديقي على اختيار الموضوع. والله العظيم من أكثر المواضيع المشوقة في حادث الاستاتيك، لأن فعليا عندنا أغلبنا فكرة على الدايركت والإندايركت فينير، بس الفيرتيكال بريباريشن غالبا ما شفناش في محاضرات سابقة، وغالبا يعني مش موضوع مسلطين عليه الضوء، فهو من الحاجات الجميلة، فأحسنت الاختيار يا صديقي. طيب احنا بس أنا برضو كنت حابة أنوه عن حتة معينة، برضو الفيرتيكال بريباريشن كموضوع جديد الفترة اللي فاتت أنا شغال على الفيرتيكال بريباريشن من 2016، اشتغلت حالات كتيرة جدا ككيس ريبورت موجودة وحالات فولو أب لحد 5 سنين موجودة معايا. في رسالة الماجستير بتاعتي كانت عن الفيرتيكال بريباريشن، والحمد لله فضل من ربنا نشرنا 2 انترناشونال بابليكيشن في جورنالز Q1. التو بابليكيشن دول بيتكلموا عن الفيرتيكال بريباريشن، فأنا برضو ما كنتش بحب أتكلم عن الموضوع في الفترة اللي فاتت الا ما يكون في بيز علمي صريح بالنسبة لي مقتنع بيه تماما، اقدر اوصله للناس بشكل علمي بحت. يعني مش هقول مثلا ايه ان انا اشتغلت حالتين او ثلاثة فالموضوع نجح معايا في الحالتين دول، لا احنا في دراسات كبيرة، انا اشتغلت على عدد كبير من البيشنت، فان شاء الله المعلومات اللي هناخدها من المحاضرة النهاردة هي فعلا معلومات ببلشت، معلومات موثقة بكل حاجة بإذن الله. فنبدا كده على بركه الله. انا عايز الناس تبص على الصورتين دول كده وتاخد بس لوك كده معين، وبعد كده نرجع لهم تاني. تمام، الناس بس تركز في الصوره اللي على اليمين والصوره اللي على الشمال. اوكي، لما نيجي نتكلم عن التوث بريباريشن محتاج تاخد راي الناس في حاجه مثلا؟ لا، بس انا عايز الناس تبص عليهم كده وتحفظ بس الصورتين دول، وبعد كده هنكمل على طول دلوقتي. ماشي، يلا. تمام، لما نيجي نتكلم على التوث بريباريشن في شكل عموما، احنا بنتكلم عن البروسيس اوف ريموفال اوف ديزيزد اور هيلثي انامل، يعني احنا بنشيل جزء من السمنه بهدف ان احنا نعوض الجزء ده بشكل كراون او مثلا بارشل كفرج ريستوريشن. طبعا انتوا عارفين ان السمنه لما بيحصل لها اندونتيكال تيث، يعني لما بنعمل حشو عصب للسمنه، فده بيضعف السمنه شويه، فاحنا محتاجين حاجه تبقى عامله زي الحضن. احنا بنمثل الكراون ده زي الحضن بالظبط. دلوقتي انا عملت التو ستراكشر من جوه، عملت فيها كافيتي بريباريشن، سواء بعمل مثلا روت كانال او اي حاجه، فالسنه دلوقتي بتكون ضعيفه بالذات من عند الجزء بتاع السيرفايكال ده. فدلوقتي لما اجي احط الفيلنج في الجزء اللي فيه كافيتي ده، بيحصل فورس او ستريس على الاجزاء بتاعت التوس نفسها، يعني بيحصل ضغط او فورس على الاسنان اللي هي الولز بتاعت التوس نفسها، بقل ولينجوال. طبعا ده مع الوقت بيحصل ان الولز دي تحصل فراكشر. فالفكره كلها في الكراون ان انا بعمل زي حضن، بحضن السنه او ان انا بحوطها عشان يعادل الضغط او الفورس اللي حاصله من الايه الحشو اللي احنا بنحطه. فالكراون بيعادل الضغط الخارجي والحشو بتعمل ايه ضغط من الداخل، فهم الاثنين بيعادلوا بعض. هي دي فكره توس بريباريشن عشان اعمل كراون او اندايركت ريستوريشن. الفينش لاين هو ده الحد الفاصل بين الجزء اللي بعمل له بريباريشن او بحضره او بشيله، والجزء الثاني اللي هو اصلا مش متحضر او المفروض ان هو الريستوريشن بتيجي تحصل لها سيتنج عليه. تمام كده. لما نيجي نتكلم على انواع الفينش لاين من اول ما عملنا توس بريباريشن، احنا عندنا كل الاشكال دي كلها. اول واحد خالص الفيذر ايدج،
وده اللي يعتبر زي قريب جدا من الفيرتيكال بريباريشن. ده الفكره كلها ان انا كنت بعمل الميتال كراون بثيكنس قليل قوي، بعمل كراون معدن بشكل الثيكنس بتاعه قليل او يعني سمكه قليل جدا، فبقدر ان انا افنشه بالمنظر ده. بعد كده عملنا الشيزل بيكون فيه زي شويه يعني انكلينيشن شويه او شويه تيبرنج شويه، ندخل بعد كده على الشامفر فينش لاين والشولدر، ودول اكتر حاجتين بنشتغلهم تمام. وطبعا انتوا عارفين ان الاجزاء دي كلها بنشيل تو ستراكشر كبير من السنه، يعني احنا بنشيل جزء كبير من السنه تقريبا بيمثل من 50 ل 70% من التو ستراكشر. فده يعني مهما كان انت كونزرفاتيف في البريباريشن فيعتبر انت بتشيل جزء كبير قوي من السنه. نرجع تاني للصوره دي، لو انتوا شايفين انتوا عارفين الصوره اللي على اليمين دي مفيش اي حز خالص او حد فاصل، الصوره اللي على الشمال زي ما انتوا شايفين كان في فينش لاين موجود بين الجزء اللي انا حضرته فوق وبين الجزء اللي انا حضرته او ما تحضرش تحت. هو دي الهدف من الصوره، ان بس الفت الانتباه بين الفيرتيكال بريباريشن على اليمين وعلى الهوريزونتال بريباريشن على الشمال. تمام، ايه بقى الفرق بين الديفرنس بتوين الهوريزونتال والفيرتيكال بريباريشن؟ الهوريزونتال بريباريشن وده شامل الشامفر والشولدر فينش لاين، انا بعمل للمعمل لازم حد فاصل اللي هو الفينش لاين، ده حد الانتهاء، لازم التركيبه بتاعتي بتنزل تقف على التو ستراكشر دي على الجزء ده بالذات. لكن الفيرتيكال بريباريشن انا بديله اريا، انا بحضر السنه بشكل يعني بشيل الهايت اوف كونتور بتاع السنه وبديله مساحه ان هو يحط الفينش لاين في جزء من الاجزاء دي كلها، يعني هو مش ملتزم بنقطه واحده او خط واحد، لا هو ممكن يحط الفينش لاين بتاعه او الجزء بتاع المارجن بتاع الريستوريشن عندي مثلا نص ملي سب جنجيفال او مثلا 1 ملي سب جنجيفال او مثلا 0.2 سب جنجيفال، فهو مش محكوم بفينش لاين معين. وده الفرق بين الفيرتيكال وبين الهوريزونتال بريباريشن، يعني هو بيعتمد على الجنجيفا في انه يحط الفينش لاين ده تمام. في طبعا اجزاء كتيره من او يعني انواع كتيره من الفيرتيكال بريباريشن زي الشولدرليس ابروتش وزي الايدجليس ابروتش. هل احنا بنعمل جراحه بنشتغل جزء سيرجري زي الكراون لينسنج مثلا، هل احنا بنعمل سيباريشن للجنجيفال اتاتشمنت خالص، ولا مثلا بننزل سب جنجيفال شويه وخلاص؟ دي كلها يعني انواع كتيره مش لازم نتطرق الى دلوقتي عشان برضو وقت المحاضره. كل اللي انا عايز الناس تفهمه النهارده في المحاضره دي ان احنا نتكلم على يعني ادفانتج بتاع الفيرتيكال بريباريشن وايه هي الكومبليكيشنز بتاعته لو احنا اشتغلنا بشكل مش مظبوط، والفول بروتوكول برضو عشان الناس لو هنشتغله ونشتغله مظبوط. اي برينسيبلز اوف توست بريباريشن عندنا بايولوجيكال وميكانيكال واثيتيك. لما نيجي نتكلم على البيولوجيكال من حيث الكونسرفيشن للتو ستراكشر، تعالوا كده نشوف مثلا السيكونس بتاع تحضير السنه. السنه بتكون عندنا فيها هايت اوف كونتور، بقل هايت اوف كونتور، لينجوال هايت اوف كونتور، ميزيال ديستال، يعني الاجزاء اللي هي بارزه من السنه نفسها. والجزء بتاع السيرفايكال ده اللي هو جزء اللي هو ايه بيكون تقريبا ايه يعني صغير شويه عن بقيه السنه. السيكونس الطبيعي بتاع التوست بريبيشن انا بعمل ايه؟ بشيل اول حاجه الهايت اوف كونتور، فده تقريبا بشيل تقريبا نص من نص الى 1 ملي من السنه. وبعد كده مضطر ان انا اعمل فينش لاين كمان، فطالما انا بعمل فينش لاين بعد ما شلت الجزء اللي هو الهايت اوف كونتور، فكده انا شلت جزء كبير من السنه زياده عن اللازم. في الفيرتيكال بريبيشن انا بس محتاج ان انا اشيل الهايت اوف كونتور بس، انا كده كده مش ملتزم ان انا اشيل جزء زياده عشان كده كده مش هعمل فينش لاين معايا. فدي اول ميزه للفيرتيكال بريباريشن ان هو كونزرفاتيف تكنيك للتوس بريباريشن، انا جاست ان انا بشيل الهايت اوف كونتور بعمل تيبرنج للتوس وكده انا اقدر اخد انيميشن بشكل تلقائي وسهل جدا من غير ما اشيل اي ايه تو ستراكشر تمام. لما نيجي نتكلم على الجزء بتاع السب جنجيفال بريباريشن، هي ده الجزء المهم جدا في الفيرتيبرم، يعني احنا عندنا ميزه ان هو كونزرفاتيف بيستخدم حلو جدا في الاجزاء في الاسنان اللي هي صغيره زي اللور انتيريور، يشتغل حلو جدا في الاجزاء اللي فيها بوست وكور، الاسنان اللي فيها ديب مارجن، الحاجات اللي ان احنا مش عارفين اصلا نحط فيها فينش لاين، فهو في الاجزاء دي مهم جدا وسهل جدا وبيديني حل مهم جدا ومحترم جدا. لكن نيجي على النقيض ان احنا في معظم حالات الفيرتيكال بريباريشن بننزل سب جنجيفال. نيجي بقى لمعضله البريدونشيوم، الاجزاء اللي هي الجنجيفا، البيولوجيكال ويتس، الكلام ده كله، هو التكنيك ده بيكون سنسيتيف شويه في الحته دي تمام. لما نيجي نبص كده على السنه دي، دي الجزء اللي هو الخط الازرق ده هو ده الهايت اوف كونتور، دي الهايت اوف كونتور والهايت اوف كونتور، فاحنا الاول حاجه خالص بنشيل الهايت اوف كونتور ده، بعد كده ببدا ان انا اعمل شولدر فينش لاين. فتخيل كده ان السنه بعد ما شلت الهايت اوف كونتور ده كله مضطر ان اعمل فينش لاين واشيل جزء كبير من السنه كمان، فده اول حاجه خالص الشولدر، فطبعا شايفين في كم جزء ديستراكتد من تو ستراكشر. الحاجه الثانيه الشامفر فينش لاين، لو انتم شايفين كده الى حد ما بيكون كونزرفاتيف شويه عن الشولدر، يعني بيكون احسن شويه من الشولدر لكن ستيل بيشيل جزء كبير من السنه. لكن تخيلوا كده لو احنا معنا فيرتيكال بريبريشن زي ما انتم شايفين كده،
الوضع بيتحسن كتير، فتلاقوا السن نفسها بحالتها، السن نفسها بوضعها، ما شلناش كتير من السن، انا جاست ان انا شلت الهايت اوف كونتور، وبعد كده ببدا ان انا افنش الريتوشن بتاعتي، وابدا افنش البريشن بتاعتي، وسواء هعمل بقى امبريشن في نفس الجلسه او اجله مثلا بعد التمبورايزيشن. نتكلم في التفاصيل دي كلها. تعالوا بصوا على السنه دي كلها، السنه دي لو انتم شايفين كده، ده شكل التوس بعد ما عمل لها اندو او سيرفايكال، جزء اللي هو السيرفايكال ده بيكون بري سيرفايكال دنتين، انا اثرت عليه بالاندودونتيكال تيس. فتخيل كده مثلا ان انا عندي كافيتي جوه، وبعد كده باجي اعمل فينش لاين كمان من بره. طبعا شايفين ده بالنسبه للشولدر، طبعا الجزء المتبقي من الدنتين رول قليل جدا، ثن. طبعا ده لما احط عليه كراون ممكن يتكسر بسهوله جدا، لكن تعالوا شوفوا كده في حاله الفيرتيكال بريبريشن، هتلاقوا الريدكشن بتاعنا قليل قوي، فاحنا حافظنا على الدنتين بشكل ثيكنس كبير جدا. فدي هي الميزه الاساسيه في الفيرتيكال بريبريشن. ده انتوا شايفين برضو ده حجم الكراون زي ما انتوا شايفين كده بعد ما نحطه على السنان دي. الميزه المميزه جدا في الحالات الفيرتيكال بريبريشن موضوع الفيرل. انتوا عارفين الفيرل افكت اللي هو الجزء من التوز ستراكشر اللي انا المفروض ان انا احاوطه بالكراون بعد ما اعمل بريبريشن. يعني ما ينفعش مثلا ان انا في سنه مكسوره زي دي اقوم جاي حاطط البوست والكور بالمنظر ده واعمل الفينش لاين في المنطقه دي كده اللي هو بتاعت التو ستراكشر، لا طبعا ما ينفعش. انا كده كل الكراون ماسك في البوست والكور بس، فطبيعي مع اللاترال موفمنت بيحصل ان انا ممكن الكراون ده يطلع بالبوست والكور او السنه نفسها تتكسر. تمام. في حاله الفيرتيكال بريبريشن انا بس جاست ان انا بعمل اكستنشن سب جينجيفال من غير ما اعمل فينش لاين، فالموضوع بيكون سهل جدا جدا ان انا احصل على الفيرل افكت ده، وهو بيكون نص من نص مللي الى 1 مللي او 1.5 مللي من التو ستراكشر اللي انا بحاوطها على في الكراون سواء هوريزونتال او فيرتيكال بريبريشن. كل دي ابحاث كانت بتتكلم على الموضوع البيريو. هو زي ما قلت لكم يا جماعه، هو موضوع الفيرتيكال بريبريشن مشكلته بس في موضوع البيريو، ان انا ازاي امانج موضوع الجنجيفا وانا بعمل بريبريشن. يعني مثلا ما اعملش اكستنشن سب جنجيفالي بشكل زياده فيأثر لي على البرونتال ليجامنت او يأثر لي على البيولوجيكال ويتس، فبعد كده يحصل جنجيفال انفلاميشن، وبعد كده يحصل جنجيفال ريسيشن، ودي كل المشاكل اللي بتحصل. يعني مثلا الناس اللي بتبقى مبسوطه ان هي تعمل فيرتيكال بريبريشن، وطبعا سهل جدا في التحضير، يعني انا بعمل تحضير للفيرتيكال بريبريشن ما بياخدش مني بالظبط 3 4 دقائق 5 دقائق، مش محتاج بقى اعمل فينش لاين ولا اي حاجه. بس المشكله فين؟ المشكله كلها ان انا بنزل سب جنجيفال وانا مش عارف هقف فين بالظبط، وكمان لو المعمل مش فاهم هيعمل لك الكراون بتاعك يعني اكستندد في الجنجيفا مور ذان ذا نورمال، فده بيأثر بعد كده على الجنجيفال هيلث، ممكن يعمل جنجيفال ريسيشن بعد كده، ودي هي اكتر مشاكل اللي بيحصل من الفيرتيكال بريبريشن. طيب تعال نقطه ثانيه فيها مشكله برضو في موضوع الفيرتيكال بريبريشن. لما نيجي نعمل مثلا السنه بنعمل لها تحضير، ده في حاله احنا خلاص عملنا شولدر بريبريشن تمام، وهنعمل الكراون دلوقتي على الضاي. تمام. لما اجي اعمل الكراون على الضاي انا بحط حاجه اسمها سيمنت جاب. سيمنت جاب دي المفروض ان ده بيكون من 20 ل 40 مايكرون، اللي هو حجم السيمنت اللي هيبقى موجود في المنطقه دي كلها، عشان لما اجي احط الكراون ما يرفعليش الكراون من على سطح السنه. تمام. في حاله الشولدر بريبريشن كده كده المارجنز بتاعت الكراون محكومه بفينش لاين، يعني مثلا كده كده لما اشيل الكراون ده احطه ببق البيشنت هينزل لنفس المستوى بالظبط، لان ايه اللي هيوقفه؟ اللي هيوقفه حته الشولدر فينش لاين اللي موجود ده، مش هيقدر ينزل اكتر من كده. تعال كده في بالنسبه مثلا لحاله الشولدر ليس او الفيرتيكال بريبريشن، ده النورمال سيت على الداي، لكن تعالوا كده لو حطيناه في بق البيشنت والبيشنت ضغط عليه اكتر من لازم شويه هيحصل له حاجه اسمها اوفر سيتنج، لان هو محكوم بس فين؟ من الاوكلوزال سيرفيس بس، لكن تحت بالنسبه للمارجنز ممكن اكستند اكتر من اللازم، ودي برضو احد مشاكل الفيرتيكال بريبريشن، موضوع الاوفر سيتنج اللي موجود. عشان كده احنا في الطبيعي احنا بنعمل السيمنت جاب بتكون شامله كل السنه ما عدا الجزء الخاص بالمارجن، ما بنحطش فيه سيمنت جاب، لكن في الفيرتيكال بريبريشن بنعكس، بنعمل حاجه اسمها يعني بنعكس الموضوع خالص، بنخلي السيمنت جاب بتكون عند المارجن بحيث ان السيمنت يقدر يطلع بسهوله، والاوكلوزال بيكون لامس في سطح السنه بحيث ما ينزلش اكتر من اللازم. تمام. فدي برضو حته المفروض المعمل يكون عارفها عشان لما يجي لك الكراون ما يحصلش فيه اوفر سيتنج زي ما بيحصل في بعض الحالات. كل ده احنا اتكلمنا فيه، انا بس عاوز ادخل في التفاصيل على طول اللي فيها شغل. طيب بالنسبه للاستاتيك برينسيبلز بالفيرتيكال بريبريشن فيري ناتشورال ايمرجنسي بروفايل، لما تيجي تبص دلوقتي على الحالات اللي احنا هنعرضها بتلاقي ان الفيرتيكال بريبريشن هو اصلا بتحس ان هو خارج من الجنجيفا كانه تو ستراكشر عاديه جدا، ودي برضو احد مميزات
الفيرتيكال بريبريشن، ان هو بيديك ناتشرال ايمرجنسي بروفايل، لكن في نفس الوقت ان هو بيبقى عامل حاجه اسمها اوفر كونتور، بتلاقي التركيبه بتاعتك ايه بارزه شويه عن اللسه. طب ليه الكلام ده كله؟ لانك احنا بنعمل كونزرفيشن للتوس، ما بنشيلش منها كتير، وكمان الكراون بيكون الستيكنس بتاعه قليل، فلو المعمل عمل الستيكنس اكبر من اللازم فتحس ان هو ايه في اوفر كونتور للريستوريشن دي. عشان كده الفيرتيكال بريبريشن بيفضل ان احنا نعمله من ماتيريالز معينه، عشان مثلا زي الزركونيا، مثلا الزركونيا بقدر اعملها على سيكنس قليل لحد 0.4 او 0.5، فبحيث لما احطها انسرشن جوه بوق البيشنت ما يبقاش فيها اوفر كونتورنج للريستوريشن دي وتتجمع لي اكل او يحصل لي فيها مشكله. تمام، فاحنا دلوقتي برضو عندنا في الاستاتيك برينسيبلز عندنا نقطه مهمه او نقطه مفيده ونقطه ثانيه فيها مشكله او تعمل كومبليكيشن. تمام، طيب تعال نختصر بقى الحاجات دي كلها. ليه اعمل فيرتي؟ ليه اعمل سيلكشن للفيرتيكال بريبريشن؟ عشان هو طبعا كونزرفاتيف. حاجه ثانيه، بيعمل بريزرفيشن للثين دنتين ديورنج الكراون بريبريشن في حالات الاندو تريت تيث. الامرجنسي بروفايل بتاعنا بيكون ممتاز جدا، تحس كان السنه خارجه من الجنجبا بشكل طبيعي. طبعا مفيش اسهل من البريبريشن بتاعنا، انت بتنزل بالبير بتاعك بتلف لفتك خلاص تخلصت، مفيش بقى فينش لاين والكلام ده كله، هو ايزي بريبريشن. لكن في بقى هارد ديزاين واللاب ورك، وبرده هارد في التمبرايزيشن، وبرده بيعمل كمان كومبليكيشنز عاليه جدا. يعني انا الفيرتبريب بالنسبه لي دلوقتي ثلاث حاجات، في البريبريشن سهل جدا تمام، في التمبرايزيشن واللاب ورك صعب جدا، في الكومبليكيشنز لو حصلت صعب جدا انك برده تعالجها، لو حصل ريسيشن او حصل مثلا جينجر انفلاميشن دايم الموضوع بيبقى صعب جدا. تمام، امتى اعمل فيرتبريب؟ زي ما قلت لكم في حالات الديب مارجن. انا طبعا في الحاله دي مارجن دي انت اصلا يا دوب بتحط الماتريكس بتاعك ترفع المارجن بشكل صعب جدا، فطبيعي ان هيبقى برضو من الصعوبه انك تعمل فينش لاين في الجزء الديب ده. لكن فيرتبريب حتى انت لو هتعمل سبورت على التوس ستراكشر وجزء من الريستوريشن مفيش مشكله، لان احنا هنا مش بنسند على الريستوريشن، احنا هنا بس بنحوطها من بره. فدي هي الميزه في الفيرتيكال بريبريشن، ان انا مش ملتزم ان انا ابقى واقف على توس ستراكشر، لا انا ممكن عادي اقف على كومبوزيت لان كده انا مش ضغط عليه، انا بس جاست ان انا بحوطه من بره. تمام، في حالات البيرودونتالي افكتد تيث، في حالات الريسيشن انتوا عارفين طبعا الريسيشن الجنجبا بتبقى نازله تحت السيرفايكال لاين، يعني جزء من الروت بيكون ظاهر. تخيل كده انت بتعمل بريبريشن للتو ستراكشر تمام، وانت على الروت انت بقى متخيل انت هتشيل اصلا جزء منها قد ايه. انت بتشيل اول حاجه الهايت اوف كونتور بتاعه الكرام كلها، وبتنزل سب جنجبا او تنزل عند الجزء بتاع الروت ده بتشيل جزء منه كمان، فانت كده تقريبا قضيت على الجزء بتاع الدنتين اللي موجود في الروت. فطبعا حصل انك عملت ايه، ما عملتش كونزرفيشن خالص، والتوس دي بتكون يعني ضعيفه جدا جدا. فعشان كده في الحالات اللي فيها بيرودونتال افكتد تيس، الحالات اللي فيها ديسيدوس تيس، احنا اصلا إن وانت بتعمل بريباريشن للستانلس ستيل كراونز في البيدو هل بتعمل فينش لاين؟ لا، انت بتنزل تشيل هايت كونتور وتنزل الكراون على طول، فدي برده من حاجات الانديكيشنز اللي فيها. تمام، يبقى انا دلوقتي بالنسبه لي في الوضع الطبيعي السن عندك كويسه، التو ستراكشر محترمه، الجنجبا تمام، اعمل عادي هوريزونتال بريبريشن مفيش اي مشكله. يعني هو مش كونزرفاتيف قوي زي الفيرتي، بس هيخليك يعني تتغلب على مشاكل كتيره في الجنجبا. دايما احنا بنقول ان السوبرا جنجبال بريبريشن او الايكو جنجبال بريبريشن احسن بكتير من السب جنجبال، عشان موضوع الامبريشن، التمبرايزيشن، الانسرشن بعد كده الكراون، السيمنت اللي بينزل سب جنجبال، كل ده بيأثر على الديوبيلتي بتاعت الكراون. لكن في حالات السوبرا جنجبال الموضوع بيكون سهل. طيب انا خلاص اضطريت ان انا عندي مشكله في التوس، سواء ان التوس نفسها حاطط فيها بوست وكور ديب مارجن، التوس نفسها ضعيفه، اللور انتيريور تيز بتكون السنه صغيره جدا، محتاج ان انا اقلل ريدكشن شويه، في الحالات دي نجو فور فيرتبريب. الديس ادفانتج اللي موجوده الاندر كات، طبعا انت بتكون كونزرفاتيف بتخليك مينيمال تيبر، فممكن تعمل اندر كات خفيفه في السنه انت من ده شايفها. الاوفر كونتورد ريستوريشن زي ما قلت لكم ان احنا بنخلي المارجن بتكون ثين قوي، فالمعمل لو عملها ثيك شويه بتحس ان السنه بارزه شويه عن الطبيعي. تكنيك سنسيتيف من حيث الامبريشن، من حيث التمبرايزيشن، من حيث اللاب ورك، انت كده كده سب جنجبال فالموضوع ما بيكونش اسهل حاجه. تايم كونسيومنج، لان احنا في التكنيك اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي التكنيك اوف سكسس بنتكلم على الاقل في 3 اسابيع، مفيش حاجه اسمها بقى ان احنا نعمل ننزل سب جنجبال ونقطع الجنجفا والكلام ده كله وناخد امبريشن على طول، لا طبعا، احنا بناخد برايمري امبريشن بنعمل بيه تمبرايزيشن ونسيبه من اسبوعين لثلاثه عشان الجنجفا يحصل لها هيلينج ويحصل لها استابلايزيشن، ما تبقاش بتتحرك مننا واحنا بناخد امبريشن. فالفيرتبريب هو لا تكنيك سنسيتيف جدا. مي افكت ذا بريدونشيوم طبعا، لان احنا طبعا لو اي غلطه
في البريبريشن او في السيمنتيشن او في الفولو اب بعد كده ممكن تاثر جدا على البرونتال هيلث. بقى نتكلم على الجزء المهم جدا البروستاتيك بروسيدرز. انا جالي دلوقتي بيشنت هشتغل له على فيرتي بريب، ايه الخطوات اللي هنمشي عليها؟ اول حاجه خالص الدياجنوز والاكزامينيشن، زي ما قلنا احنا بنختار الحالات اللي هنشتغلها فيرتي بريب، مش اي حاله نشتغلها فيرتي بريب. تمام. الحاجه الثانيه نبدا نعمل حاجه اسمها بيريدونتال اسسمنت. مفيش حد يجي يشتغل فيرتي كده هو ما عملش اصلا اسسمنت للجنجيفا، سواء الجنجيفال بايو تايب، سواء ثين او ثيك جنجيفال بايو تايب، البيولوجيكال ويتس اللي موجود، كل ده السالكس ديبس، كل دي حاجات بتاثر جدا على اختيار الحاله للفيرتيكال بريباريشن. بعد كده نتكلم على الفيرتيكال بريباريشن سيكونس بتاعنا، هنحضره ازاي، التمبرايزيشن، الامبريشن ريكوردنج، اللابوراتوري بروسيدرز والماتيريال اللي احنا ممكن نشتغل بيها، واخر حاجه خالص السيمنتيشن. لو جينا نبص على الحاله دي، الحاله دي كانت احد يعني موجوده معايا في رساله الماجستير. الحاله دي كانت جايه عايزه تعمل ريستوريشنز للاسنان اللي موجوده دي كلها. زي ما انتم شايفين البريمولرز كلهم يعني معمولين اندو، دي البانوراما بتاعتها اهي، وعندها شويه فيلنج وحاجات دي كلها كانت عايزه تتظبط. لما نيجي نبص شلنا كل الكيريز، شلنا كل حاجه. طبعا انا جيت بصيت على الاندو، ما كانش افضل حاجه لكن يعتبر كان اكسبتد، ما كانش في اي كومبلين او اي كومبليكيشنز، فاشتغلنا على هذا الوضع عادي خالص. ده بعد ما عملنا ايزوليشن وعملنا بعد كده الريستوريشنز لكل الحاجات اللي موجوده. الحالات دي لو كنت هشتغلها هوريزونتال بريبريشن كنت هحط فيها بوست وكور. ليه؟ انت متخيل انت عندك ده الثيكنس بتاع الوول بتاعك اهو، فانت هتشيل كمان 1 مللي من الوول ده، خلاص ما عادش حاجه موجوده. فانت لو ما حطيتش بوست جوه السنه دي هيحصل فيها فراكشر. لكن عشان هنا انا اشتغلت فيرتيكال بريباريشن، انا اشتغلت فيرتيكال بريباريشن على حاجتين. اول حاجه خالص عشان ديب مارجن، شايفين لو تيجي تبصوا على الجزء بتاع الديستال ده ديب مارجن، فطبيعي ان انا هعمل له اليفيشن بالكومبوزيت، ولو حضرت عليه بعد كده هيحصل ان انا هشيل كتير قوي من السن. والحاجه الثانيه ان الثيكنس بتاع الول نفسه ما كانش كبير قوي، فبرضه حته الفيرتي في حاله زي كده كان هيبقى احسن بكتير زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. هنا بعد ما قفلنا كل الكومبوزيت خلاص جاهزين على الريدكشن، نبدا نعمل بعد كده ايه، احنا كده خلاص اخترنا الحاله، نبدا نعمل حاجه اسمها بايولوجيكال ويث ميجرمنت. انا عايز دلوقتي ابص فين اصلا مستوى البون فين عشان احدد بالظبط هنزل قد ايه سبجنجيفال. طبعا هننزل سبجنجيفال ليه؟ عشان اول حاجه الديب مارجن اللي موجود، والحاجه الثانيه شورت تكنيكال كراون، فده كده مضطر ان انا انزل سبجنجيفال شويه عشان اطول السنه او اطول البريشن بتاعي ما يكونش فيه مشكله في الكراون انسرشن. بقيس ازاي البروبنج ديبس؟ بدي طبعا بيشنت انستيزيا، وبعد كده بدخل بالجروب بتاعي ابدا ادخله لحد ما يحصل ايه، ان هو يقف لحد مستوى البون، وابدا ان انا اقيس الكلام ده كله. طبعا انا لو لقيت مثلا ان الجزء من اول البون او من اول الاتاتش جنجيفا لحد السلكس مثلا 3 مللي، فده حلو جدا، هنزل من واحد من نص الى 1 مللي واسيب 2 مللي بعيد عن مستوى البون. هي دي الفكره كلها، ان انا ما ينفعش ان انا اقرب من مستوى البون مثلا ايه اكتر من 2 مللي. يعني طول ما في 2 مللي موجودين بين البون وبين الريستوريشن انا كده في الامان. طب مثلا نزلت سبجنجيفال وخليت المسافه دي 1 مللي بس، لا انت كده بتلعب في منطقه غلط، كده ممكن يحصل حاجه اسمها فايوليشن للبيولوجيكال ويث. البيولوجيكال ويث ده اللي هو المنطقه المفروض، لو انتم شايفين هنا في حاجه اسمها كونكتيف تيشو اتاتشمنت، وعندنا هنا ابيثيليال اتاتشمنت. الابيثيليال اتاتشمنت والكونكتيف تيشو اتاتشمنت دول المفروض ان هم 2 مللي. تمام. بعد كده فوقهم على طول الجنجيفال سالكس. الجنجيفال سالكس ده المفروض ده اللي انا هحط فيه الفينش لاين. فالفينش لاين بتاعي او الجزء اللي انا الريستوريشن مارجن بتاعتي هتكون فين؟ لا اما هنا في المنطقه دي، او هنا في المنطقه دي، او هنا في المنطقه دي، لكن ما بقاش موجود في المنطقه دي خالص. الحته بتاعت البيولوجيكال ويتس دي اللي هم 2 مللي دول ما قربش منها تماما. لو حصل كده احنا بيحصل ان الجنجيفال اتاتشمنت بتتفك، خلاص راحت مع السلامه. فطالما فكينا الجزء الاتاتش ده، انزل بقى لمستوى البون، ابدا اشيل بون اقصره. ده فيما يسمى بعمليه الكراون لينثنينج او الفانكشنال كراون لينثنينج، اشيل من البون عشان اعمل اتاتشمنت للجنجيفا على مستوى بعيد شويه عن التو ستراكشر. تمام. دلوقتي عندي حلين. دلوقتي لو جيت قست بالبروبنج ديبث لقيت مثلا ان المسافه اللي موجوده اكتر من 2 مللي، فساعتها ممكن انزل سب جنجيفال نص مللي، حاجه بسيطه كده قوي عشان ابعد خالص عن ال 2 مللي الموجودين دول. لقيت بالبروبنج ديبس ان المسافه دي 2 مللي، فهنا هعمل حاجه اسمها كراون لينثنج. بفتح فلاب اشيل بون سواء 1 مللي او 2 مللي على حسب انا هشيل قد ايه بالظبط، وبعد كده اخيط تاني بحيث ان يكون في سبيس 2 مللي او اكتر موجودين بين البون لحد الكراون مارج. تمام. ندخل على الستبس بتاعت البريباريشن. اول حاجه خالص بعمل زي فينش لاين خفيف خالص، حفه كده صغيره خالص من الفينش لاين بعد ما اشيل الهايت كونتور. بعد كده ببدا ان انا
ادخل ايدي او اعوج ايدي الناحيه الثانيه من بره كده عشان اشيل الجزء اللي انا عملته ده. هو الفكره بس في الفينش لاين الصغير ده، وده ممكن ما يتعملش، بس لو عملته بس يبقى انت محدد انت هتقف فين بالظبط. وطبعا فكره البيرتي ان انا بعمل بريباريشن لتو اوبجكت. اول حاجه التوس بنسميها توس بريباريشن، وبنعمل حاجه اسمها جينجفال بريباريشن اللي هو جينجي تاج. يعني كده كده انت بتفتح سبيس من بين التوس وبين الجينجفال، فالستون بتاعك بيدخل بيشيل من الاثنين مره واحده. طبعا في بيرز موجوده دلوقتي زي البات بير بتاع شركه كوميت، ده بيقلل التروما للجينجفا شويه. بس حتى لو انت اشتغلت بتيبر دوز راوند او حتى سيف ان بتاع الاندو، ممكن تعمل بريباريشن عادي خالص. الفكره كلها انك بتنزل سب جينجفا، بتكون محدد انت هتنزل قد ايه بالظبط. حتى في ناس بتحط ستوبر عشان برضو ما ينزلش زياده عن اللزوم. فكره البات بير ان هو بيحكمك ان انت ما تنزلش زياده عن اللزوم، لان لو جيت تنزل لحد ما وصلت مثلا للاي بي سي اتاتشمنت، البير نفسه ما بينزلش. فدي ميزه ايه البات بير. لكن لو اي بير تاني، حط ستوبر على اللينس انت واخده من البرونتال السالكس ديبس، وابدا اعمل ريدكشن عادي خالص. بعد كده بتميل البير بتاعك، بتعمل تيبرنج من 6 ديجري ل 10 ديجري عشان تعمل الفيرتيكال بريبريشن بتاعك. دي طبعا الكت بتاعت البريبريشن، ودي الستونز بتاعتنا. ده البات بير اهو زي ما انتم شايفين، في سيف اند موجوده، فانت مهما نزلت جوه الجنجفا هو ما بيشيلش، لان هو بيشيل بس من السطح الخارجي بتاعه. ده التيبر دوز راوند عشان لو هعمل شامفر في الاول، وده بيعمل اوكلوزر ريدكشن، اناتوميكال اوكلوزر ريدكشن. انت بس بتنزل بالستون ده على التوز، فبيعمل لك قصبات من غير ما تتعب فيها. ده لو هتشتغل في الانتيريور تيس الويل، والفليم لو هتشتغل على الفصه او حتى الكسبس. ده السيكونس بتاع البريباريشن، ببدا ان انا اعمل اوكلوزر بريباريشن. طبعا زي ده متوقف على الماتيريال انت هتشتغلها. مثلا لو هنشتغل مثلا زركونيا، فانت هتشيل من 1 ل 1.5 مللي اوكلوزر ريدكشن في الفانكشن كاسب والنون فانكشن كاسب. وطبعا بنخلي ايدينا 45 ديجري مع التو ستراكشر عشان اقدر ان انا احافظ على القصبات دي. يعني موضوع ان احنا نسفلت القصبات او نخليها فلات، ده مش احسن حاجه. تمام. بعد ما خلصنا الاوكلوزر ريدكشن، ابدا اعمل حاجه اسمها بيفل عشان ازود الثيكنس بتاع السيراميك اللي موجود في البلاتل سيرفيس في الابر تيس، لان الفانكشنال كاسب فوق في الابر هو البلاتل. بعد كده ببدا اعمل فينش لاين، او ابدا اشيل الهايت اوف كونتور بالتيبر دوز راوند بتاعي. وبعد كده ببدا ان انا اشتغل اندل سب جينيفال، بقى اعمل اكستنشن سب جينيفال زي ما انتم شايفين كده على اللينس اللي انا شايفه عشان اعمل الفيرتيكال بريباريشن. طبعا زي ما انتم شايفين السنه، زي ما انتم شايفين كده احنا كونزرفاتيف جدا، يعني بعد الريدكشن الامور كويسه جدا، مفيش فيها اي مشاكل. طبعا الموضوع الاندر كات اللي كنت بقول لكم عليه، زي ما انتم شايفين هنا كده هتلاقي ان السنه من تحت في ريدكشن، لكن من فوق في ميلان شويه على ناحيه الاول. طبعا احنا ده عدلناه بعد التحضير، لكن قصدي ان ده بيحصل جد كتير جدا عشان انت بتحاول انك تعمل بريباريشن من غير فينش لاين، فده طبعا بيخلي انك ممكن تعمل اندر كات. بعد كده بعمل فينشنج للبريباريشن برضو في نفس الكت، فيها يعني ستونز فينشنج، دي نفس الستبس تاني. طبعا هنا ممكن اشيك بالاندكس بتاعنا عشان اقدر اشوف انا شلت قد ايه بالظبط. زي ما انتم شايفين كده الاوكلوزر من 1 ل 1.5 مللي، وعندك الفينش لاين او الجزء الاكزيال هو نص مللي تقريبا. ده شكل البريباريشن من فوق. زي ما انتم شايفين كده احنا عملنا توس بريباريشن وجينجي تاج، يعني جينجيفال بريباريشن، فكل ده بيكون في ستيب واحده. ده نفس الكلام برضو، ده كيس ثانيه بعد البريباريشن. طبعا لو انتم شايفين المنظر ده كده، ما حدش يجي يقول لي هاخد امبريشن في نفس الجلسه. الجينجفا اول حاجه في بليدنج، ممكن نعمله كنترول عادي، لكن المشكله فين؟ ان الجينجفا نفسها يعني مش ادابتد كويس على السنه. الجينجفا فيها انفلاميشن، الجينجفا متبهدله. فلو خدت امبريشن على هذا الوضع وديته المعمل، فلما تيجي تركب الكراون هيكون اصلا الجينجفا نفسها بدات يحصل لها جروث في ويز مختلفه، ممكن تطلع فوق شويه تنزل تحت شويه. فلما تيجي تحط الكراون بتاعك، لا اما هيكون ضغط على الجينجفا يعمل بلانشنج، لا اما هيكون قصير من على الجينجفا. فده طبعا ده مش حاجه مش كويسه. فعشان كده فكره الفيرتيكال بريبريشن وانا بنزل سب جينجفال مانداتوري فور تمبورايزيشن. والتكنيك اللي كنت بشتغل بيه ومديني نتائج كويسه جدا جدا على مدار 5 سنين، ان انا كنت بشتغل على تقريبا 3 اسابيع، 21 يوم بالظبط تمبري. يعني بعد الموضوع ده باخد امبريشن عادي للمعمل، تاني يوم بركب الكراون بيكون بي ام ام اي او اكريليك كراون او اي حاجه ممكن تؤدي الغرض، وده بيكون اكستندد نص ملي سب جينجفال، يعني برضه ما بيكونش واصل للفول ديبث اوف سالكس بس. وتفنش الكراون ده وتسيبه وتخليه سيكنس قليل، وتسيب البيشنت لمده اسبوعين او ثلاثه، يجي لك بعد كده بتلاقي الجينجفا هيلد جدا وشكلها حلو، اقدر اخد امبريشن بسهوله، اقدر احط ريتراكشن كورد، كل ده بسهوله جدا جدا. لكن انت هنا لو جيت تحط الريتراكشن كورد مستحيل يدخل، ولو دخل هيحصل جينجفال او تروما للابيثيل اتاتشمنت. فاحنا طبعا مش محتاجين ان احنا نعمل كل ده، لا احنا ممكن نستنى شويه افضل عشان نشتغل التكنيك صح.
التمري بتاعنا هنا، انا كنت بعمل بريباريشن للكراون مثلا في 10 دقائق، وبقعد اعمل تمبري ساعه ونص. ده انا مش بافور او ان انا بكبر الموضوع، لا حرفيا التيمب بتاع الفيرتيكال بريبريشن مهم جدا وصعب جدا. طبعا انت عملت بريبريشن دلوقتي، لو انت خدت امبريشن ومشيت البيشنت من غير ما تعمل له اي تيمب، حتى لو حتى حاجه مؤقته بسيطه كده، هيحصل ايه؟ هيحصل حاجه اسمها جينجيفال كولابس. انت دلوقتي بتفتح الجينجيفا لبره، بتخلي فيه سبيس بين الفينش لاين او بين التوس وبين الجينجيفا. اول ما البيشنت بيمشي، ايه اللي بيحصل؟ الجينجيفا نفسها بترجع تاني لمكانها. فطبعا ده لما تيجي تركب الكراون بعد كده، ايه اللي بيحصل؟ الكراون مش راضي ينزل، بيحصل اوفر بلانشنج على الجينجيفا، تلاقي الجينجيفا مبيضه كده او عليها ضغط جامد. فعشان كده ما ينفعش البيشنت يمشي من عندك لما يكون عامل له ايه؟ تمبري. والتمبري ده بتعمله ازاي؟ انت اول ما البيشنت بيجي لك، التوس بتكون كامله، بتاخد عليها حاجه اسمها اندكس. اندكس ده يعني رابر بيز، بنعمل له ميكس وندخله بوق البيشنت بحيث يبقى فيه سبيس لما اجي اعمل بريبريشن بعد كده اقدر احط فيه التمب ده. بعد ما خلصنا البريبريشن، ببدا ان انا اعمل انجكشن للتمبري ماتيريال، وبعد كده يطلع بالمنظر ده، ابدا افنشه، بيطلع بالمنظر ده، اعمل له سيتنج. طبعا احنا كده ما خلصناش التيم بتاعنا. التيم بتاعنا محتاجين هنا نعمل له حاجه اسمها ريلايننج. انا دلوقتي عايز اشكل الجينجيفا بطريقه معينه عشان تعمل لي اوفر جروث للجينجيفا، او تعمل لي جينجيفا جروث كويس جدا. انا بعمل لها يعني بوجهها ان هي تنمو في اتجاهات معينه. فعشان كده فكره الريلايننج هنا، انا دلوقتي الكراون عملته خلاص، ببدا ان انا اجيب الفلو بالكومبوزيت، ابدا اعمل له انجكشن في المارجنز دي كلها، واعمل لها كيورنج، واضغطها على ايه؟ فوق البيشنت. طبعا هتعمل ضغط على الجينجيفا، يطلع الكراون بالمنظر ده، ابدا ان انا اشيل الاكسس اللي موجود، وبيطلع بالمنظر ده كده. زي ما انتم شايفين الكراون طالع لي بالمنظر ده، بيبقى في جزء داخلي وجزء خارجي. طبعا الجزء الداخلي ده اللي هو بيكون سبورت على التوس، والجزء الخارجي ده اللي هو سبورت على الجينجيفا. انا عايز الاثنين الحمهم ببعض واعملهم بيفلنج بشكل معين، يطلع بالمنظر ده. هنا بحط فلو بالكومبوزيت، وبعد كده افنش الكراون، يطلع بالمنظر ده كده. شايفين الجزء بتاع البيفل ده؟ هو ده. انا عملت جينجيفال سبورت، وبرضه عملت بيفل عشان ما اضغطش على الجينجيفا. ده هو المطلوب بالنسبه لنا. طبعا انت لو عملت الكراون بالمنظر ده، خلاص انت كده ممكن تسيبه لمده اسبوعين او ثلاثه، مش محتاج تعمل ايه؟ تمبر كراون في المعمل. لكن لو عملت كراون مثلا اي كلام، او مش متفنش حلو، يا دوب المفروض انك خدت امبريشن خلاص، وديه للمعمل يجيب لك الكراون ثاني يوم، شيل ده وحط الكراون البي ام ام اي اللي معمول على شكل كويس عشان يحصل لك هيلنج للجينجيفا حلو. ده زي ما انتم شايفين كده، دي صور يعني حقيقيه بعد التمبرايزيشن. تحس كانك حاطط هيلنج ابوتمنت بتاعت الامبلانت. الجينجيفا هيلد بشكل مش طبيعي، الجينجيفا شكلها حلو، اقدر بعد في سبيس كويس جدا، اقدر احط فيه الريتراكشن كورد، اقدر اعمل فيه انجكشن لللايت بودي. فهو دي فكره التمبرايزيشن. المنظر ده بيكون مريح جدا وبيكون سهل جدا، وخلاص كده انت حافظت على الجينجيفا الهيلث بتاعنا. دي نفس الكلام برضو صوره ثانيه. نيجي بعد كده الامبريشن تكنيك. انا مش يعني كان في تفاصيل كتيره في الامبريشن، ممكن نخليها في محاضره ثانيه، بس هو افضل حل او افضل تكنيك للتمب للامبريشن بتاع الفيرتيكال بريبريشن اللي هو اللايت اند ايه باتي. انا عندي دلوقتي باتي، بعمل انجكشن باللايت جوه الجينجيفا السالكس عشان اقدر ان انا اوصل اللايت بادي ده جوه الجينجيفا بشكل كويس قوي، وبعد كده بدخل الباتي، باخده مع وان ستيب او حتى لو تو ستيب حتى. بس الفكره كلها ان انا اشتغل باديشن مش كوندنسيشن، ان كوندنسيشن برده ما بقدرش ان انا اعمل له انجكشن جوه الاسنان بسهوله. تمام. طيب نحط ريتراكشن كورد ولا ما نحطش ريتراكشن كورد؟ طبعا نحط ريتراكشن كورد. دلوقتي انا عايز الجينجيفا تكون مفتوحه بشكل كويس عشان اعرف اعمل لها انجكشن. احنا كده كده هنحط ريتراكشن كورد. طب احط بقى 1 ريتراكشن كورد ولا 2 ريتراكشن كورد؟ طبعا الموضوع ده متوقف على حاجات كتير. اول حاجه طبعا على الجينجيفا البايوتايب. يعني الجينجيفا لو ثن، طبعا لو حكيت احط 2 ريتراكشن كورد، الجينجيفا دي يحصل لها لاسيريشن او بتقطع، او يحصل لها جينجيفا ريسيشن. ففي الحالات دي لا، احط واحد بس ويكون صغير. طب الجينجيفا كويسه ثيك بايوتايب، والجينجيفا كويسه وهيلد ومظبطه حلو جدا، عادي ممكن تحط 2 ريتراكشن كورد، واحد صغير مثلا 3 0 جوه الجينجيفال سالكس، واحد كبير 0 او واحد بره، وتسيب اللي جوه ده موجود في مكانه عادي خالص، وتشيل اللي فوق اللي هو الكبير، وتعمل انجكشن جوه السالكس تيبس، وبعد كده تعمل تاخد ايه الباتي امبريشن بتاعك. ده يديك افضل نتيجه. وبرده الريتراكشن كورد اللي هو في الداخل ده هيعمل جايد للمعمل ان هو يقف عند النقطه دي بالذات، ما يزودش عنها. فدي برده دي ميزه اللي هو التو ريتراكشن كورد في الحته دي بالذات. زي ما انتم شايفين هنا، انا بشيل اول ريتراكشن كورد اللي هو الكبير، وبعمل في نفس الوقت انجكشن عشان الجينجيفا ما يحصلهاش كولابس. تمام. فده بيديك احسن نتيجه ممكنه. ودي طبعا زي ما انتم شايفين شكل الامبريشن. طبعا هنا مفيش بقى ايه، هو في فينش لاين واحد بس. احنا في الطبيعي عندنا جينجيفا لاين وفينش لاين، لكن احنا بالنسبه لنا هنا عندنا فينش لاين واحد بس اللي هو جينجيفا لاين يعتبر. تمام.
برضو امبريشن تاني اهو. دي كانت حاله برضو فول ارش كنا اشتغلناها كامله فيرتيكال بريبريشن. دي كان حاله جات لنا عامله تركيبات بي اف ام على كل اسنانها، البريبريشن ما كانش افضل حاجه، السنان متبهدله جدا. فطبعا الحالات اللي فيها ريميك دي بنسبه 90% محتاجه فيرتيكال بريبريشن، لان في فينش لاين اوريدي موجود. فتخيل انت عايز الفينش لاين ده تظبط مستواه او تنزله تحت شويه او تفنشه او تظبطه، فكل ده بيجي على حساب السمنه. لكن انت في حاله الفيرتيكال بريبريشن انت جاست انك بتشيل الفينش لاين وتظبط السنه بس، فانت ما شدتش اي جزء نهائي من السنه زياده. فدي ميزه برضو من مميزات الايه الفيرتيكال بريبريشن في حالات الريتريتمنت دي. لو انت بتشيل تركيبات قديمه ففي اغلب هتحتاج انك تعمل فيرتيكال بريبريشن عشان تحافظ على السنه اللي موجوده. اللاب ورك، لما نيجي نتكلم على اللاب ورك بيختلف شويه عن الطبيعي شويه. احنا مثلا لما انتم شايفين هنا، احنا هنا ده توست بريبريشن وده التوس بعد ما صبيناها، وزي ما انتم شايفين الجينجيفر سلكس عامل ازاي. تمام، احنا هنا المفروض المعمل يكون فاهم الحته دي، يعني ما تشتغلش فيرتي مع معمل ما بيشتغلش اصلا فيرتي او مش عارف يعني ايه فيرتي. لان هو لو مش عارف يعني ايه فيرتي ايه اللي هيحصل؟ هيعمل لك اكستنشن للكراون مارجن للديبس اوف سلكس في المنطقه اصلا اللي فيها ابيثيل اتاتشمنت، لان هو بيجي يعمل سكراتش لكل الجينجيفا زي ما انتم شايفين كده لحد ما يوصل لللاين اللي هو الازرق ده. اللاين الازرق ده المفروض ان هو الجينجيفال سلكس اللي هو المفروض الابيثيل اتاتشمنت هنا. فتخيل كده انت لو عملت المارجن بتاعتك عند النقطه دي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي انت بتنزل الكراون في ضغط جامد على الجينجيفا يومين ثلاثه اسبوعين ثلاثه شهر، هوب مع السلامه الجينجيفا حصل لها ريسيشن. عشان كده احنا بنحدد ثلاث الوان من اللاينز. يعني اللون الاول اسود ده اللي هو الجينجيفال مارجن اللي هو الجزء اللي فوق، والازرق ده اللي هو البيز اوف ذا سلكس لما بنيجي نشيل الجينجيفا بالسكالبل كده. فاحنا بنحط الفينش لاين فين؟ بين الاسود والازرق ده اللي هو في المنطقه الحمراء دي بالظبط، فوق شويه تحت شويه. عشان كده احنا بنتكلم في الفيرتيكال ريفولوشن مفيش نقطه معينه بقف عليها، لا انا عندي اريا بقدر ان انا احط الفينش لاين في اي مكان فيها. ده شكل الداي اهو بعد ما عملنا له بريبريشن. طبعا مفيش فينش لاين ولا حاجه، بس انا ممكن دلوقتي اقف في المنطقه عند اللون الاحمر ده او فوقها شويه او فوقها شويه او تحتها شويه، مفيش اي مشكله خالص. وده الديزايننج بتاعنا. وطبعا احنا بنعمل حاجه اسمها السيم انتجاب بنخليها ريفرس، يعني بنعمل سيم انتجاب من فوق، يعني بنعمل سيب يعني بنخلي فوق في تاتش للاوكلوزل ومن تحت بنعمل سيم انتجاب العكس. يعني طبعا ده عشان الموضوع الاوفر سيدنج اللي احنا اتكلمنا فيه في الاول. طبعا زي ما انتم شايفين هنا لما بنيجي نتكلم في السيكنس بتاع الكراون احنا محتاجين 0.5 ماكسيمم عند المارجن. تمام، طبعا ده بيتوقف طبعا على كميه البريبريشن. يعني مثلا لو انت شلت جزء كبير من جينجيفا وجزء كبير من السنه فانت اكيد هتخليها 1 مللي، بس احنا في المجمل عشان نبقى كونزرفاتيف هنبقى محتاجين ان احنا نخلي المارجن دي 0.5 او اقل. وطبعا ده مش هيكون متاح بالنسبه لنا غير في الزركونيا كراون او البي اف ام اللي بيتعمل، بس بيتعمل تحت ميتال كولر، وده طبعا تكنيك سنسيتيف جدا وفي الاغلب ما بيبقاش كويس. فانا دلوقتي لو بفضل حاجه بفضل الزركونيا طبعا رقم واحد. الليثيوم داي سيليكيت هو الفكره ان هو عند المارجن 0.5 ده قليل شويه عليه ممكن يتكسر، بس احنا لو وصلنا مثلا ل 0.8 في بعض الحالات لا ممكن يمشي عادي معاك ما فيش مشكله خالص. زي ما انتم شايفين كده الثيكنس بتاعنا هو 0.5 بتاع الزركونيا عند المارجن. وطبعا المفروض المعمل لما بيطلع الكراون بعد الميلنج يبدا ان هو يعمل له حاجه اسمها يشطفه او يعمل له بيفل. الشطفه دي بتخلي ان الكراون ينزل يعمل له سيتنج كويس قوي على الجينجيفا من غير ما يضغط عليه. مهمة جدا حتة البيفل دي، وهتلاقي المعمل اللي بيعملها هو ده اللي فاهم. زي ما احنا قلنا الماتيريالز اللي احنا ممكن نشتغلها المونوليثيك زيركونيا. طبعا الزيركونيا اللي عليها تو لايرز سواء اللي هي ال تي عليها بورسن او اي ماكس طبعا ده بتزود الثيكنس عند المارجن هنا. انا عايز حاجه مونوليثيك يعني اطلعها من الكاد كام اركبها بوق البيشنت على طول. او في حاجه اسمها زيركونيا ري انفورسد جلاس سيراميك زي السلترا ديو، زي مثلا البيتا سوبرينيتي. السلترا ديو دي انا اشتغلت عليها في رساله الماجستير بتاعتي بقالي 5 سنين يعني، او حالات بقالي اكتر من 3 سنين والامور كويسه جدا، ما فيش اي حاجه حصل لها فراكشر او حاجه. والليثيوم داي سيليكيت عليه برضو بيبرز كتير اتنشرت على نجاح الليثيوم داي سيليكيت او الايماكس في حالات الفيرتبر. دي السيم انتجاب زي ما احنا كنا قلنا برضو في الكونفشنال انا بعمل السيم انتجاب من فوق واسيب تحت فيه فريكشن عشان السيمنت ما يبقاش اكسبوزد للسلايفا او الجينجيفا. لكن في الفيرتبريب لا انا بعمل فريكشن من فوق وبسيب سيمنت جام من تحت عشان يحصل حاجه اسمها اوكلوزال ستوب، ما يحصلش ان الكراون ينزل اصلا او يحصل له اوفر سيدنج على الكراون التوز. يعني السيمنتيشن طبعا انا ما عنديش فينش لاين فما عنديش حاجه اقدر اركب عليها كلام، فحته الرابر دام في البوندنج بتاع الفيرتبريب صعبه شويه.
فعشان كده احنا بنشتغل بطرق تانية، ممكن نحط التراكشن كورد او تيفلون في السلكس وبعد كده نلزق الكراون، بحيث ان لما اجي اشيل التراكشن كورد او التيفلون يطلع لي اكسس سيمنت، احط طبعا يعني كوتن رولز، واقدر اعمل يعني كنترول السترايبه يعني باي طريقه تانية غير الايزوليشن الرابر دام، لان الرابر دام صعب شويه ان نركبه في الاسنان اللي فيها فيرتبريب. فاحنا ممكن نشتغل بسبليت دام بحيث برضو اقلل شويه الكونتامينيشن، احط كوتن رولز واعمل تراكشن كورد او تيفلون في الجينجيفال سلكس. ده بعد ما عملت سيمنتيشن، كنا عملنا سيمنتيشن هنا بالجي سي بالكلاس انمر، تمام. دي برضو حاله كنا بنشتغل فيها يعني كان فيها مالتيبل بريباريشن، كان فيها فينير، كان فيها 3 كوارتر، كان فيها شولدر فينش لاين، كان فيها فيرتبريب القناين اللي معمول فيرتبريب. فاحنا في الحاله دي ممكن تعمل كلامبات على الاسنان اللي فيها فينش لاين، لكن في المكان اللي هتعمل له يعني سيمنتيشن للفيرتبريب ممكن تعمل سبليت دام عندها. تعال بص شويه على شويه حالات كده. واحد البادلي ديستراكتد تيث، تعال بص على الحاله دي كده، هبص على الفايف هتلاقي عندك الفايف تقريبا الولز بتاعته ضعيفه جدا تقريبا اصلا، يعني الحاله دي ممكن تقول لا هنخلعها نعمل امبلانت احسن. طبعا بعد كده عملنا بريبريشن، كان ليه عملنا بريبريشن للفور؟ لان الفور كان فيه يعني طبعا الامالجم اللي موجود ده مع الاندو اللي في السنه ممكن يكسر الولز اللي موجوده، فاحنا فضلنا احنا نعمل كراون على السنان دي. ده بعد البريبريشن يا جماعه اهو، حطينا دلوقتي عملنا بريبريشن فيرتيكال بريبريشن، وبعد كده حطينا تيمب لمده 3 اسابيع، وده شكل الجينجيفا بعد ما حصل هيلينج. ده شكل الجينجيفا بعد ما حصل هيلينج اهو، وده زي ما انتم شايفين ده الامبريشن، وده شكل التوس بعد ما ركبناها. على فكره الحاله دي عايشه بقى لها دلوقتي 4 سنين تقريبا، مش اي مشكله خالص ولا اي كومبلينز. طبعا زي ما انتم شايفين الامرجنسي بروفايل محترم جدا، تحس ان السن طالعه من جينجيفا، تحس ان السن اصلا مش متركبه، فدي ميزه من مميزات الفيرتيكال بريبريشن. سنه زي الفايف دي لو انا مثلا هشتغلها الشولدر او حاجه لا هنخلعها احسن نعمل امبلانت. فالحمد لله الحاله عايشه بقى لها 4 سنين دلوقتي، حافظنا على السنه من غير ما تتكسر ولا حاجه، وده ميزه من مميزات الفيرتيكال بريبريشن. تمام، دي كان برضه صوره في الفولو اب، كان حصل شويه ستيننج للسنان كده، لكن الحمد لله ما فيش ريسيشن، الجينجيفال مارجنز كويسه، الجابس اللي بين السنان لا الامور كويسه كبيريو، بس البيجنت ما كانش بينضف شويه، فايه يعني كويس ان الامور كده يعني. ريبليسمنت في ريستوريشن، انا قلت لكم من احد مميزات الفيرتيكال بريبريشن ان انا بشتغل فيه في حالات اللي انا بعمل ايه يعني بشيل تركيبه وبعمل تركيبه جديده. تعال نبص على الحاله دي، الحاله دي باي ذا واي انا اشتغلتها في سنه 2014، يعني التركيبات دي انا اللي عاملها، تمام. البيشنت جات لي بعد 5 سنين بالمنظر ده، طبعا اكيد البيشنت ما كانش طالع من عندي بالمنظر ده، يعني كان الجينج احسن شويه، بس طبعا المارجنز مش مظبطه، التركيبات دي اف ام، فالموضوع مش احسن حاجه، تمام. هي انا عملتها في 2014، جات لي بعد 5 سنين يعني تقريبا في 2019 كده، وانا هي كانت جايه تشتكي من حاجه تانية اصلا في الدرس ورا عايزه تعمله اندو او حاجه. فاول ما شفت التركيبات دي وكنت طبعا عارف ان انا اللي اشتغلت لها، ما عجبنيش الوضع خالص، فقلت لها لا انا لازم نغير لك التركيبات دي كلها. شيلنا التركيبات دي خالص، طبعا زي ما انتم شايفين الجينجيفا انفليند ازاي. ده بعد البريبريشن وبعد ما عملنا يعني كنترول للجينجيفا والكلام ده كله. هنا وانا باخد امبريشن، وده الامبريشن بتاعنا. دي زيركونيا كراونز عليها ايماكس ليرد، وده زي ما انتم شايفين بوست اوبرتيف على طول، شايفين الجينجيفا عامله ازاي. اتشكلت تاني، طبعا الكراونز دي كان 2000 في 2019 برده ما كانش احسن كواليتي مش زي دلوقتي، احنا دلوقتي مثلا بنعمل احسن من كده بكتير، بس على الاقل ان الكراونز نفسها هيلثي يعني مش عامله مشاكل في الجينجيفا، تمام. الشكل ممكن ما يكونش افضل حاجه، لكن يعني كبيريو او كبيولوجيكال حلوه جدا، وده السمايل بتاعتنا ظبطت كتير عن قبل كده. في حالات السيرجيكال كراون انسنج، طبعا احنا بنعمل كراون انسنج يا جماعه عشان اصلا ما عنديش فير الافكت، يعني التوز بتبقى قصيره، او مثلا حصل كسر في الكراون كله فعندي بس الجزء بتاع الروت. فكره ان انا اشتغل فينش لاين على روت، الموضوع بيبقى صعب جدا، الموضوع بيبقى اجريسيف جدا، يعني انت تلاقي اصلا شلت 3 ارباع الروت اصلا مع السلامه كده. فحته ان انا اشتغل بعد كراون انسنج لا حلوه جدا في موضوع البيرتي. دي كانت حاله جالي طبعا حصل جينجيفاليزيشن في التركيبات دي كلها، ده المنظر بتاعها. طبعا دخلنا عملنا سيرجيكال كراون انثينينج،
باي ذا واي الاسنان دي كلها احنا حافظنا عليها عادي خالص، كل ده ما خلعناش حاجه، لان انا عامل في حسابي ان انا هشتغل فيرتيكال بريباريشن، يعني كده كده هبقى كونزرفتيف. فكل ده بعد ما قصيت جزء من الليزر ظهر لي الاسنان موجوده عادي خالص، بقيت ان انا اركب الفايبر بوست بتاعتي والكومبوزيت، حطينا تيمب. ده بعد التيمب طبعا زي ما انتم شايفين دي شكل الكراونات بعد ما بدانا على طول. كان فكره بس ان البريشنت ده ركب الكراونات بتاعته وسافر على طول، كان من السعوديه، فما ما قعدش معايا ان انا اشوف الهيلنج بعد السيمنتيشن او البوندنج اللي حصل يعني. تمام، دي برضو حاله من الحالات اللي كانت بقى يعني صعبه جدا. الحاله برضو كانت منشوره على الفيسبوك على الجروبات. الحاله دي برضو من الحالات اللي اتعمل فيها مجهود مش طبيعي، قعدنا نشتغل فيها تقريبا سنه ونص. الحاله دي كان عندها 21 سنه، بنت صغيره، عندها مشكلة في التركيبات كشكل ما تعرفش تاكل، عندها تحت كرونات عليها امبلانت مش عارفه تاكل عليها، مشاكل كتيره جدا 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 على السن بتاع البيشنت دي. طبعا زي ما انتم شايفين الجينجيفال مارجن عامله ازاي، ده شكل الاسنان بعد ما شلنا كل التركيبات اللي موجوده. طبعا منظر مؤذي جدا، صعب جدا على بيشنت عندها 21 سنه، طبعا نتيجه من التركيبات القديمه ما كانتش احسن حاجه يعني. زي ما انتم شايفين الجزء ده فيه اوفر اربشن كبير قوي، قافل السبيس اللي موجود تحت عند الامبلانت. فانا حتى الدكتور اللي عمل لها امبلانت تحت مش عارف يركب لها كراونز، يعني هو هي جات لي بتقول لي الدكتور اصلا مش عارف يركب الكراونز عليه. فطبعا احنا خلاص دي كده فول ماوث هابيتيشن، خلاص هنبدا ان احنا نعمل يعني مانجمنت لكل الاكسيت كلها. صعوبه الحاله دي كل في ايه، ان الفيرتيكال دامج كان مظبوط، يعني عندها الجزء الامامي عامله كونتاكت كناين كناين، فالامور تمام. فعندك البوستيرير في مشكله، يعني الحاله دي لو كان فيها لوست فيرتيكال دايمنشن لما لو رفعنا البايت بيديك سبيس ورا، فالموضوع سهل وبسيط خلاص. لكن المشكله هنا فين، ان الفيرتيكال دايمنشن بتاع البيشنت دي كان مظبوط، ما كانش ينفع ان انا ارفع البايت هنا. اول حاجه خالص بنعمل دي اس دي بلاننج، وبعد كده نبدا نعمل نشيل بقى الاجزاء بتاعت الكيريز، نشيل نعمل يعني ننظف الجينجيفا، نحط بوست وكورز. ندخل بعد كده نعمل الكراون لينثنينج طبعا عشان نجيب فير الافكت، وطبعا نرفع مستوى اللثه شويه ونطول الاسنان. تمام، لو تيجي تبصوا هنا ده الانيشال سيتويشن على الكاست، وده الموك اب بتاعنا. تخيل كده الموك اب بقى منظره عامل ازاي. طيب ايه التفاصيل بقى اللي حصلت هنا، يعني في طبعا تفاصيل يعني انا مش حاططها في السلايدز دي. احنا طبعا الجزء اللي ورا ده كله عملنا له اورثونتك انتروجن، يعني عملنا اورثو شيء رفعنا كل الاسنان دي لفوق شويه، يعني الاجزاء اللي كان فيها اوفر ربشن هنا السنه دي 6 وال5 ركبنا عليهم اورثو ورفعناهم لفوق، بحيث ان انا وان لما يترفعوا لفوق يبقى عندي سبيس تحت اقدر اركب عليه كراون. بعد ما ترفعوا لفوق ابدا ان انا اعمل ريستوريشنز لكل السنان دي كلها، وابدا ان انا اعمل كراون لينثنينج بقى زي ما انتم شفتوا هنا كده. وده بعد اسبوع بعد الكراون لينثنينج، ده بعد ما عملنا فيرتيكال بريباريشن، ودي الكراونات بتاعتنا. ده افتر انسرشن وافتر 1 ويك بدات الجينجيفا يحصل لها هيلينج وستيبلينج زي ما انتم شايفين كده، ودي اللبسانه بتاعتنا. وطبعا البيشنت بقى قبل وبعد طبعا يعني فرق كبير جدا، حتى الفيشال بروفايل نفسها اتغيرت، ان البيشنت فعلا كانت جايه سايكولوجيكالي مش احسن حاجه، فانت بتغير حياه البيشنت هنا مش اسنانه بس. وده بيفور وافتر. الحاله دي بقى لها بالظبط دي من 2019 برضو، يعني تقريبا داخله برضو في 5 سنين دلوقتي او 4 سنين، فالامور الحمد لله يعني كويسه خالص. في برضو كان في حاله عملت لها حاجه اسمها موديفايد اندو كراون. الكراون ده او التوز دي كان البيشنت عامل عليها كراون وكل شويه بيحصل له ان هو يعني يقع منها. فانا فكرت في فكره صغيره كده، انا ليه اعمل كراون واحط بوست وكور جوه السنه واعمل كراون جديد لما انا ممكن استغل ان السبيس اللي موجود ده يديني ريتنشن وفريكشن. تمام، فكره الاندو كراون هنا ان انا عندي فعلا انترنال فيتنج، يعني السنه من جوه كويسه، يعني من بره ممكن تكون متبهدله شويه لكن من جوه ممكن اخد منها فيتنج. فانا هنا عملت حاجه اسمها موديفايد اندو كراون، عملت بقى كراون واندو كراون في نفس المره. فالاندو كراون ينزل يقفل الجاب اللي موجوده جوه دي، والكراون يغطي لي سطح السنه من بره بالمنظر ده. ده الامبريشن بتاعنا. طبعا زي ما انتم شايفين ده مكان الاندو كراون، وده الاكسترنال وول او اللي هو الجينجيفال لاين اللي انا عملته اصلا. وده شكل الموديفايد اندو كراون، ودي شكل الريستوريشن. وطبعا دي عايشه برضو تقريبا داخله في 4 سنين حاجه زي كده. فانت حافظت على السنه كانت هوبلس دلوقتي، يعني السنه دي فعلا هوبلس لان السنه صغرت جدا من كتر البريشن اللي فيها. فاحنا فكرنا فكره صغيره كده ان احنا نعمل اندو كراون مع فيرتيكال بريبريشن، بحيث ان احنا نظبط الشكل ونظبط الفراكشن بتاعت التوز دي. ودي قبل وبعد.
دي طبعا يعني مش لازم يكون الموضوع بتاعنا دلوقتي، بس حتى دلوقتي بداوا ان هم يفكروا ان هم يعملوا الاباطمنت بتاعت الامبلانت من غير فينش لاين. زي ما انتم عارفين الاباطمنت بتكون فيها جزء فينش لاين المفروض ان الريستورانت تيجي تنزل تقف عليه. طيب قال لك ان ده انا ببقى محكوم ان الجنج لازم تكون بمستوى معين والهيلنج لازم يكون في مستوى معين. طب انا دلوقتي لو عملت اباطمنت من غير فينش لاين ساعتها الكراون نفسه الكراون مارجن هي اللي هتأثر لي على الهيلينج بتاع الجنجبا ده، فاقدر احط الكراون مارجن في اي حته انا عايزها. فالابطمنت بتكون من غير فينش لاين خالص والكراون هو اللي بيتحط، انا بختار الجزء اللي هيعمل فيه سبورت. تمام، دي شكل الابطمنت اهي من غير فينش لاين ولا حاجه. فانا ممكن اقف بالفينش لاين فوق هنا او تحت شويه، فده يديك ايمرجنس بروفايل احسن. تمام، ويكون المعمل يقدر يديك نتيجه احسن من غير اي فينش لاين او اي كونستراكشنز. ودي طبعا كان كيس ريبورت موجوده على نفس الوضع ده. انا تقريبا كده يعني خلصت كل المحاضره، يعني انا اخترتها بشكل كبير والله عشان برضو نكون ملتزمين بالوقت. ممكن يبقى معانا مره تانية نقدر ان احنا نتكلم في تفاصيل اكتر او ديتيلز اكتر، بس عشان برضو ايه ما ناثرش على الموعد المحاضره اللي بعدها. نورت يا حبيبي وشرفت وفرحنا بيك جدا وبوجودك دكتور، والله للامانه أعطيتها على أكمل ما يكون وما قصرتش نهائي، ومن المواضيع الجميلة اللي أضيفت لنا جميعا وكونت لنا فكرة لا بأس بها على الموضوع، والناس كلها مبسوطة بالمحاضرة يا دكتور. تحياتي ليك طيبة من وسط قلبي، جزاك الله كل خير، وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتك يا رب، وأمانة كاملة وشافية وكافية ووافية بصراحة. فأنا ما نعرفش أنت شنو نقصت منها بالضبط، لأن كنا في تواصل أنا والدكتور، قال لي حنحاول نقص منها باش ما ناخذوش من وقت الزملاء. أنا حسيت أن والله المحاضرة كانت ساعة ونص، فإحنا حاولنا نختصرها، يعني في نص ساعة راحت منها، يعني في تفاصيل كتيرة، يعني بنأكد شوية على المعنى وبنأكد شوية على البريبريشن، نأكد شوية على الحالات اللي موجودة. يعني دلوقتي إحنا اختصرناها بشكل كبير والله عشان والله جدا جميلة دكتور عمرو. طيب الحمد والله لله، والله جدا جميله، والله يعطيك الف عافيه يا صديقي، ونورت وشرفت، ومعاك 2000 متابع طول فتره البث، ما غابوش عنك دقيقه. طبعا الحاجه الغريبه اللي لاحظتها اللي خلتنا نتشجع اكثر ان ما نفارقوش الشاشات ونحاول قدر المستطاع نكونوا في الموعد ونكونوا مركزين على ادق التفاصيل، يعني ان الاف المتابعين التابع البثوث ما شفتش لايفات يفوت فيها البث حتى 500 أو 600، فمعانا الناس بال2000 وبال3000. نسأل الله أن يبارك في الجميع، وهمم عالية والله، همم عالية، والناس جدا شغوفة وجدا نشيطة، والطبيب العربي بصراحة مفاهيم جدا قلبها لنا في هالإيفنت. حسينا الكل مجتهد، حسينا الناس الكل يتمنى أن المعلومة تكون معاه. الناس تتابع فينا من البيوت، من العيادات، من المنازل، من المطابخ، من كل مكان، فشكرا لكم جميعا لثقتكم، جزاكم الله كل خير، وبإذن الله في حلقة قادمة مع الدكتور محمد العايش على الديماركيتد لاين والخط الفيصلي والفاصل ما بين الحشوة والسنة، كيف تخفي هذا الخط، كيف تتحكم فيه في الأنتيريور تيث، كل هذا بإذن الله راح يكون بعد 5 دقائق من الآن إلى 10 دقائق من الآن. كل الشكر لك حبيبي على المحاضرة الجميلة، حياك الله وبياك، نلتقي بإذن الله على الخير، وما تنسوش دكاترتنا تسجلوا في فورم التسجيل في نهاية اليوم لضمان وجودك معنا في المحاضرات باش تاخذ السيرتيفيكيت، وبإذن الله السحب اليوم على الايديك باكج حيكون من نصيب دكتور معنا الساعة 2 تماما، حنقوموا بالسحب. دعمونا شركتين في هذا السحب، قدموا هدايا للزملاء، شركة رضوان وشركة شاميل الأولى، جزاهم الله كل خير، ونلتقي بإذن الله في آخر اليوم مع آخر محاضرة مع دكتور محمد العايش. حابكم تودعوا لي صديقي العزيز وتعطوه عبارة شكر وامتنان عليها المحاضرة. يعني أنا مبسوط جدا والله بالمحاضرة ومبسوط بالناس كلها، وشكرا على الدعوة الكريمة دي، وربنا يكرمك في حسناتك يعني. وليك مني وأي حد عنده أي تفصيل أو يسألني فيها ينورني على الأكاونت بتاعي، يبعث لي على الصور للحالات أو ونتكلم فيها في التريتمنت بلان، ان شاء الله يبقى في استفاده اكتر لو بعتوا لي حالات ونبدا نتناقش فيها باذن الله. الله ينورك، كلك ذوق حبيبي، وليك مني كل الشكر نيابه عن كل الحضور وكل الفريق المساعد، جزاك الله كل خير، والقاك على خير دكتور عمر. تحياتي حبيبي، السلام عليكم ورحمه الله.